يشارك وفد شعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في أعمال الدورة 19 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر 23 للاتحاد البرلماني العربي. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة النائب جمال داود سلمان عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية. مساء الخير سعادة العضو جمال داود. مساء الخير حالي وحياكم الله أستاذ البحرين. أبو خالد لو تطلعنا على أهم وأبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك طبعا يعني منذ وصول وفد البحرين برئاسة معالي رئيس مجلس النواب الأستاذ أحمد بن إبراهيم الملا، وكانت هناك طبعا عقدة اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول من أجل النظر في الموضوعات اللي ستدرج على جدول أعمال الاتحاد البرلماني العربي، ثم عقدت لجنة مشاورات الليلة الماضية لرؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، واليوم طبعا الصباح بدأت أعمال هذا المؤتمر في جامعة الدول العربية، وهناك العديد من الموضوعات المدرجة بصراحة على هذه الأمور تم تداولها من خلال الكلمات اللي ألقاها رؤساء الوفود، وكانت للبحرين طبعا كلمة لرئيس مجلس النواب البحريني. تم التأكيد على الأمور ذات العلاقة بحماية المجتمعات من الإرهاب الدولي، وكذلك أهمية وحدة الصف لمواجهة أعمال الإرهاب والتدخلات في شؤون الدول سواء كانت في منطقة الخليج أو الدول العربية. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التحالف العربي الإسلامي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية للعمل على إعادة الشرعية لليمن، وفي نفس الوقت مواجهة أعمال الإرهاب أينما تكون والتدخلات السافرة في بعض دول المنطقة خاصة البحرين والمملكة السعودية وغيرها من الدول. كما سيتم أيضا النظر في إمكانية وضع تشريعات عربية موحدة تحمي المجتمعات العربية من الإرهاب ومكافحة الإرهاب بشكل عام، وكذلك مواجهة مصادر التمويل للإرهاب التي تواجهها وتثير المشاكل والقلاقل على بالنسبة للمجتمعات العربية والدول العربية. نعم سعادة النائب عفوا، بس يعني لو تطلعنا أيضا على الدور الذي ممكن أن تلعبه المؤسسات والمنظمات المشتركة بين البرلمانات العربية للتعاطي مع مثل هذه القضايا التي ذكرتها. هذه إحدى الأمور في المواد الأخرى، البنود الثانية المطروحة على جدول الأعمال هي التعاون التي تتطلب أو تدعو لها، يعني الاتحاد البرلمان العربي يدعو لها إلى يكون هناك تعاون فعال بين الشعب البرلمانية وكذلك المنظمات الحقوقية الأخرى من أجل توفير يعني الحماية وفي نفس الوقت التأكيد على الديمقراطية في مجتمعاتنا. وبالإضافة إلى التأكيد على حماية حقوق والمكتسبات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وفي مجالات متعددة. كذلك هناك من الأمور ذات العلاقة بتشكيل لجان يعني فرعية من أجل دراسة المقترحات والمواضيع ذات العلاقة بأيضا المجتمعات العربية بشكل عام، خاصة أن نحن اليوم نواجه مسائل في غاية حساسية، منها مسائل الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية وكذلك بعض الظروف العسكرية التي تستوجب وتتطلب تشكيل لجان للنظر في هذه الظروف الأوضاع من أجل أن يكون للشعب البرلمانية وكذلك المجالس النيابية ومجالس الشورى في الدول العربية دور مهم وبارز من أجل النظر في التشريعات وكيفية تطويرها أو وضعها إن كانت غير موجودة، لأن تتحقق للدول العربية والمجتمعات بصفة عامة أهميتها وحمايتها وتوفير تقنين ما يتطلب تقنينه في الفترة القادمة خاصة في ظل هذه الظروف المتسارعة. نعم سعادة النائب جمال داود سلمان عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية، شكرا جزيلا لك.